أمام عشرات الآلاف من أنصاره في الضاحية الجنوبية لبيروت، أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله شخصيا لإحياء مراسم العاشر من محرم في ظهور مباشر ثان في أقل من 24 ساعة. مجمع سيد الشهداء غص بالآلاف الذين حملوا الأعلام اليمنية وأعلام حزب الله مرددين الشعارات الحسينية. نصر الله استهل خطابه بمواصلة هجومه على ما أسماها آلة القتل الأمريكية السعودية في اليمن. السعودية دائما كانت تفكر باليمن أنه ولاية تابعة للمملكة، وشعبها يجب أن يكون خاضعا ومستسلما لإرادة المملكة. أن يخرج شعب اليمن ليعبر عن إرادته وطلبه للاستقلال وللسيادة وللحرية وللقرار المستقل ولليمن القوي ولليمن العزيز ولليمن العظيم المعروف تاريخيا بالعلم والحضارة عندما كانت نجد غارقة في الصحراء، هذا ينتقم له آل سعود من الشعب اليمني. أن في اليمن مئات الآلاف من المقاتلين الشجعان الصابرين الصامدين، هؤلاء بشجاعتهم وبصيرتهم وإيمانهم ودفاعهم عن كرامتهم وشعبهم وأعراضهم صنعوا الانتصارات وسيصنعون الانتصار. وفي الشأن الرئاسي اللبناني، اكتفى نصر الله بالتأكيد على الموقف الذي أعلنه بالأمس، داعيا الحكومة إلى العمل الجاد والاهتمام بالملفات الضاغطة على اللبنانيين. التأكيد على المسار السياسي الإيجابي في البلد بمعزل عن صراعات المنطقة وانقسامات اللبنانيين حولها، وأن يمضي المسار في الملف الرئاسي إلى النتائج المطلوبة. دعوة الحكومة الحالية إلى العمل الدؤوب والجاد والاهتمام البالغ بالملفات الضاغطة على اللبنانيين من بيئة وصحة ونفايات وليطاني وماء وكهرباء وطرقات وبطالة، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال تحت ذريعة الترهل السياسي أن تتوقف الحكومة عن أداء مسؤوليتها. وأعلن الأمين العام لحزب الله أن هناك من يراهن على محاصرة الحزب ماليا واقتصاديا، مشددا على أن الحزب سوف يستمر في تحمل المسؤوليات الجهادية في البقاع كما في سوريا، متطرقا إلى معركة الموصل وما وصفه بالخداع الأمريكي بتكديس داعش في المنطقة الشرقية من سوريا. الأمريكيون يريدون كما قلت بالأمس تكديس داعش في المنطقة الشرقية من سوريا. أقول للعراقيين، للإخوة العراقيين، ليس فقط من أجل سوريا بل من أجل العراق، من أجل العراقيين، من أجل الشعب العراقي، تكديس داعش في سوريا بعد هزيمتها من العراق إلى ماذا سيؤدي؟ أولاً، ستستغل تواجدها العسكري والأمني في المنطقة الشرقية، يعني على الحدود الغربية للعراق، لتنفيذ عمليات أمنية وإرهابية وانتحارية حيث تصل أيديها في داخل العراق. وستجدون أنفسكم لتوقفوا هذه العمليات الانتحارية والتكفيرية مجبرين أن تدخلوا إلى المنطقة الشرقية من سوريا. نصر الله حيا ثورة البحرين وهاجم السلطات البحرينية لحصارها الشيخ عيسى القاسم، فيما أكد أن أرض فلسطين ليست أرض الأمن بل أرض الموت للغزاة، منتقدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس من دون أن يسميه، بالقول إن مجاملة الصهاينة في مناسبة عزاء أو مناسبة فرح لن تقدم شيئا.